السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة يا جماعة مع ميزات مخفية وميزات أسرار خاصة بالتحديث الجديد One UI 7، إن شاء الله أول مرة هتعرفوها. يعتبر هنبدأ نتكلم على المميزات الخاصة بالتحديث الجديد One UI 7 مع أندرويد 15، ويلا بينا نبدأ الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. المميزات اللي هنتكلم عنها النهاردة يا جماعة هتكون بمساعدة تطبيق جود لوك، لازم يكون على التطبيق ده على جهازك. هنفتح التطبيق بالشكل ده. طيب المميزات اللي معانا دلوقتي يا جماعه، وهي خاصه بانك تقدر تلغي المؤشرات اللي فوق دي زي واي فاي، تقدر تلغي الشبكات، تقدر تلغي الايقونه بتاع البطاريه او رمز البطاريه اللي فوق ده، تقدر تخفيهم او تخليهم زي ما انت عايز. هنعمل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ طبعا باستخدام تطبيق جود لوك زي ما اتفقنا. هنختار هنا كويك ستار ونتاكد ان احنا مشغلينه، لو هو مش متفعل عندك هنبدا نشغله بالشكل ده. هنبدا دلوقتي يا جماعه مع اول خيار، وهو اللي هو الخيار رقم 2 ده، هندوس عليه بالشكل ده. هتلاقي هنا قدامك كل الايقونات اللي موجوده في النظام بتاعك، وكلها هتلاقيها متفعله زي ما انت شايف. في حاجات بقى دلوقتي هنبدا لما نلغي تفعيل الايقونات بتاعتها هتختفي من على الشاشه من فوق زي ما اتفقنا. فانت هنا هتختار ايه اللي انت عايز تظهره وايه اللي انت عايز تخفيه، لو عايز تخلي كل حاجه ظاهره زي ما هي جايه كده، او تقدر تلغي اللي انت عايزه. طيب هنبدا دلوقتي مثلا مع موبايل داتا سيجنال، الشبكه بتاع الموبايل دي لو عايزين نخفيها هندوس على الغاء التفعيل بالشكل ده واختفت قدامكم زي ما انتم شايفين. بعد كده بننزل تحت شويه على ايقونه البطاريه، هنلغي تفعيلها، اختفت ايقونه البطاريه. كمان هنا خيار ايقونه الواي فاي، لو دوسنا عليها كده اختفت ايقونه الواي فاي من فوق. طبعا انا عارف ان في ناس كتير مش بتحب الموضوع دوت، عايزه تبقى الحاجات دي تكون ظاهره، ولكن انا بقول لك لو انت عايز تعمل كده، دي مميزات جديده ما كانتش موجوده، حبينا برضو نتكلم عنها عشان لو انت عايز تشغلها مش عايز تشغلها براحتك. يبقى باستخدام الجود لوك يا جماعه تقدر تغير حاجات كتير جدا في النظام بتاعك كان الاول ما تقدرش تغيرها. هنرجع تاني نرجع البطاريه ونرجع نرجع الواي فاي، لان انا بصراحه بحب انهم يكونوا موجودين واشاره الموبايل تبقى موجوده قدامنا كده. الكلام ده يا جماعه الناس اللي هي بتحب الالعاب ممكن تحب الكلام ده، عايزه الشاشه تكون فاضيه قدامها، ما يكونش في حاجه ظاهره قدامها يعني. فدي حاجه بترجع لرغبتك انت. الميزه اللي معانا بقى دلوقتي يا جماعه اللي تقدر تغير بيها الشكل ده. ده الشكل المتبع اللي احنا عارفينه اللي بيظهر بيه قائمه التطبيقات المفتوحه. انا اقدر اغير لك النمط ده، نقدر نغير الشكل بتاعه، بدل ما هو بالجنب كده نقدر نخليه فوق بعضه. هنعمل كده ازاي؟ برضه هيكون عن طريق تطبيق الجود لوك. هندوس عليه نفتحه كده. هندخل هنا على خيار هوم اب، هنفتحه كده ونتاكد زي ما احنا متفقين انه يكون متشغل او مفعل يعني. بعد كده بتنزل تحت شويه كده تلاقي في حاجه تاسك تشينجر، هتلاقيها موجوده هنا، مش متفعله هتفعلها. وتبدا تضغط عليها تفتحها. بصوا يا جماعه عندنا كام خيار بقى تقدر تغير بيه شكل القوائم بتاعه التطبيقات المفتوحه. الوضع اللي احنا شغال معانا ده هنغير كده، هتلاقي في وضع اللي هو مربعات فوق بعض او مستطيلات فوق بعض كده، في وضع تاني اللي هو الفيرتيكال اللي هو الشكل الجميل ده، لو عايزين نخليه كده لو دوسنا هتلاقيه. بصوا يا جماعه منظر الاشعارات او التطبيقات المفتوحه اتغير شكله ازاي. طيب لو عملنا الشكل ده، لو عملنا كده هتطلع قدامك التطبيقات فوق بعضها او ايقونات عباره عن مربعات. كمان لو اخترنا سليم ليست كده ودوسنا هنا هتلاقيها ظاهره قدامك بالشكل الجميل اللذيذ ده. فدي حاجة بترجع لك انت تغير ازاي، انا بقول لك بس على الطريقة وانت تختار الشكل المناسب ليك او الجميل اللي يعجبك. طيب بالنسبة للناس اللي هتختار القائمة العمودية اللي احنا شايفينها دي، لما بنعمل كده بتلاقيها فوق بعض الايقونات بتاعت التطبيقات، بتقدر انت هنا تدوس كمان على الخيار اللي تحت ده تفعله بالشكل ده. ولو ضغطنا كده بصوا يا جماعة هتلاقي الخيار بتاعه عبارة عن دائري كده، بص المنظر هتلاقيه واخد شكل دائري كده، لكن لو لغيت التفعيل بتاعه هتلاقيه على الوضع القائم او العمودي الطبيعي. فده وضع جميل جدا بصراحة، تقدر تغيره على جهازك لو انت غيرته كده. بصوا هتلاقيه بشكل دائري او بيطلع بشكل دائري كده، شكله لذيذ بصراحة. طيب الميزة اللي بعد كده يا جماعة موجودة معانا خاصة بالرسوم المتحركة للإشعارات اللي هي بتظهر قدامك فوق دي، بنقدر نغيرها ازاي؟ برضه هيكون خاص بتطبيق جود لوك. بعد كده بتنزل تحت شوية على الخيار اللي هو اسمه ايج لايتنج، هندوس عليه كده، هو طبعا مش موجود، هننزله بالشكل ده. بعد ما بينزل التطبيق هتبدأ تشغله بالشكل ده، وبعد كده بتفعله او تعمل له قيد التشغيل. بعد كده بتنزل تحت شويه على الخيار اللي هو تحتيه على طول، هو سيت كاستم ستايل، هنفعله بالشكل ده وبعدين ندوس عليه كده. بصوا يا جماعه بقى الاشكال الجديده اللي هتشوفها معاك في قوائم الاشعارات، لما يجي لك اشعار هتبان ازاي معاك. بصوا دي الشكل اللي هيظهر لك بيه الاشعار، اللي هتختاره من ده هتبدا تظهر الاشعارات بالشكل اللي انت شايفه ده، عباره عن قلوب او الحاجات الجميله قوي دي. بتبدا هنا تختار الشكل اللي انت عايزه وتخصصه بالشكل اللي يعجبك. في حاجات كتير برضو موجوده لسه يا جماعه زي كده، زي الدموع دي حاجات كتير تقدر تختارها. بصوا حاجات كتيره جدا، في سحابه اهوت، في نجوم، تمام،
يعني تقدر تختار بقى الشكل اللي يعجبك انت. كمان تقدر تدخل هنا على الكلر او الالوان، يعني تفعل هنا خيار الالوان عشان تختار الشكل اللي بيظهر لك بيه الورود اللي انت اخترتها او الشكل اللي انت اخترته. بصوا كده لما نختار اللون ده او اللون الاحمر ده حسب ما انت عايز، بقى انت بتشكل المكان زي ما انت عايزه. بعد كده تخش على ادفانسد، في تاثيرات كمان يا جماعه هتلاقيها مختلفه داخل ادفانسد دي. هنا الموجود كله موجود لكن في حاجات اضافيه زي شريط السيرش ده وده وده كمان. كمان يا جماعه هنا تقدر تختار السايز بتاعك، تقدر تخليه سمول حجم الورده يعني او ميديوم او تخليها لارج زي ما انت عايز. بمجرد ما بتخلص الكلام ده بتدوس على دن وكده خلاص انت ظبطت شريط الاشعارات بتاعك، هيظهر بالشكل اللي انت ظبطته ده. واي اشعار طبعا هيجي لك يا جماعه هتلاقيه بالشكل اللي ظهر قدامك ده. الميزه اللي بعد كده يا جماعه هتخلينا نقدر نعيد تصميم الشاشه الرئيسيه بالكامل، زي حجم الايقونات والتخطيط والتباعد اللي بينهم وحاجات كتير جدا هوريها لك دلوقتي. برضه هنحتاج للموضوع ده تطبيق جود لوك، هنفتحه. بعد كده بنختار هوم اب، برضه هنتاكد ان احنا مشغلينه زي ما انتم شايفين. بعد كده هنخش على هوم سكرين ونتاكد انها مفعله بالشكل اللي انت شايفه ده. في خيار تحت هنا اسمه دي اي واي هوم سكرين بيتا، هندوس عليه نفعله، لو هو مش متفعل بالشكل ده هتفعله. وبعد كده بتخرج بره التطبيق خالص. بتروح انت دلوقتي على الشاشه الرئيسيه زي ما انت شايف، وتبدا تروح على شاشه زي كده عشان نبدا نصممها. بمجرد ما بتدوس على الشاشه الرئيسيه باستمرار بالشكل ده هتلاقي فيه الخيار اللي ظهر معانا اللي هو دي اي واي هوم، وهنا هتبدا تضيف بقى، تدوس على علامه الزائد دي هتبدا تضيف حاجات زي ما انت عايز هنا على الشاشه الرئيسيه، توديها مطرح ما انت عايز، تكبرها تصغرها مثلا. كمان تقدر تضيف على علامة الزائد دي وتجيب كمان تكتب، تختار الفونت اللي انت عايزه وتبدأ تكتب الكلام اللي انت عايز تكتبه. هندوس على علامة التي ديت ونبدأ نكتب اي حاجة زي مثلا اهلا وسهلا مثلا يعني. بعد كده هتلاقي فيه كمان تقدر تغير فيها بقى اللي انت عايزه، تقدر تغير الشفافية بتاعت الخط المكتوب، تقدر تغير اللون المكتوب به، تقدر تكبرها، كبر المربع اللي هيبقى مكتوب فيه الكلام ده. بعد كده بتدوس برضو على علامة التي عشان تبدأ تغير فيها الشكل اللي انت عايزه. هنا تقدر تكبر الخط بالشكل اللي انت عايزه، وهنا تقدر تخلي الكلام على اليمين، تقدر تخليه على الشمال، تقدر تخليه في النص. هنا لو دوست على الالوان دي تقدر تختار الوان كمان اضافية للكلام اللي انت عملته او الكلام اللي انت كتبته. المكان ده يا جماعه تحفه جدا، تقدر تغير فيه في الشاشه الرئيسيه بتاعتك وتضيف حاجات جديده ما كانتش موجوده عليها اصلا قبل كده. بتغير هنا اللون بسهوله، كمان لو عوزت قائمه الوان اضافيه بتختارها من هنا. كمان هنا تقدر تضيف استيكرات، تقدر تضيف هنا ارقام لو انت عايز، في حاجات تانية تقدر تشوف تتفرج انت على الحاجات اللي ممكن تضيفها. بصوا حاجات جامدة جدا، تقدر انت تعدل بقى في الشاشة الرئيسية بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه او بالشكل اللي يناسبك انت. في حاجات تانية كمان في الجنب يا جماعة، مربعات زي كده تقدر تغير تعمل اللي انت عايزه. انا بس بدي لك الفكرة، انت تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه على الشاشة الرئيسية بتاعتك وتحط فيها الاشكال اللي تناسبك وتعجبك انت. بصوا يا جماعة في كمان استيكرات كتير، تقدر تحط شكل معين زي كده الاشكال دي، في برضو وضع حاجات كتيره جدا زي البابيون الجميل ده او الصندوق ده، تقدر تحط بقى اللي انت عايزه وتغير في الشاشه بتاعتك. انا بس بوري لك بتوصل للحاجات ازاي. وضع دي اي واي ده يا جماعه تقدر تغير فيه في الشاشه الرئيسيه بشكل لا يمكن تتخيله بصراحه. كده انت عملت شاشه هي تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه مش بالشكل المنحكش اللي انا عامله ده. بتقدر انت تخصص مظهر شخصي خاص بيك انت بالشكل اللي انا وريته لك. الميزة اللي بعد كده يا جماعة وهي انك تقدر تعمل رسوم متحركة لشاشة القفل بتطبيق جود لوك برضو. هننزل تحت شوية على تطبيق اسمه ووندرلاند، هندوس على علامة التنزيل دي عشان يبدأ ينزل معنا التطبيق. بعد ما بينزل التطبيق معنا يا جماعة بنفتحه بالشكل ده، وبعدين ندوس على كونتينيو، وبعدين السماح بالكل. بعد كده هنبدأ ندوس على الأيقونة اللي تحت دي اللي هي كرييت يور ديفرنت لوك سكرين افكت، هندوس عليه كده. بعد كده بتدوس على علامة الزائد دي، وبعدين تبدأ تختار من هنا الصورة اللي انت هتضيفها عندك، تختار اي صورة وندوس هنا كمان نختار اي صورة، وبعدين نعمل كلوز. في دايرة جنبها على طول كده هندوس عليها كده عشان نختار التأثير اللي احنا عايزينها تظهر بيه. بص يا جماعة تختار انت بقى الشكل اللي يناسبك الشكل اللي يعجبك كده مثلا في ظهور الصورة اللي انت اخترتها. حاجات كتير يا جماعة موجودة تقدر تنقي منها الشكل اللي بتظهر بيه الرسوم المتحركة اللي بنخصصها دي. بعد كده بتدوس على كلوز، بعد كده بتعمل تنزيل العلامة دي وتعمل لها سيف. خلاص كده يا جماعه تم تنزيل الصوره عندك، وتقدر تدوس على سيت از وول بيبر، وبرده هنا لوك سكرين ولا لوك اند هوم سكرين، بتدوس على الاثنين مثلا. وكده يا جماعه خلاص بقت، بصوا كده لما نطفي الشاشه ونرجع نفتحها بصوا التاثير،
جامد جدا بصراحة. تقدر انت تظبط حاجات كتير انت تقدر تعملها. لو فتحنا هتلاقي برضو الخلفية اللي اخترناها موجودة على الشاشة، وبكده انت قدرت تعمل او تصمم رسوم متحركة بمزاجك انت وبطريقتك انت. تقدر انت تغير شكل تليفونك بشكل جامد قوي. اما الميزة اللي معانا دلوقتي يا جماعة، ازاي تقدر تعمل خلفية متحركة للشاشة الرئيسية باستخدام برضو تطبيق جود لوك. هتبدأ تدخل الاول على تطبيق جود لوك زي ما احنا عارفين، بعد كده بتدخل على وندرلاند، بعد كده بتختار اول خيار ده وندوس عليه كده، بعد كده هتعمل انشاء بعلامة الزائد دي، بعد كده بتختار انت الصورة اللي عندك من المعرض بتاعك، وكمان تقدر تختار اللون اللي انت عايز الصورة تظهر بيه. يعني هنفترض ان احنا اخترنا الصورة خلاص، وبنبدأ نختار احنا دلوقتي نعدل فيها. بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بتغير، تخلي شكل الخلفية ممتازة جدا بصراحة يا جماعة. وبعد كده بتدوس على سيف باك جراوند. بعد كده في حاجة اسمها موشن افكت، هتعمل انيبل موشن افكت، تبدأ هنا تغير الحركة بتاعت الصورة. بصوا كده يا جماعة، بعد كده بتعمل بريفيو، بصوا شكل الصورة. بعد كده بتقدر تدوس على علامة الزائد دي وندوس هنا على ايمج، تختار مثلا اي حاجة من دول، تبدأ توديها في اي مكان في الصورة. كمان مرة تدوس على ايمج، تدوس تختار الوردة دي وتختار اي مكان. كمان تقدر تدوس على علامة الزائد وتقدر تضيف كلام، تقدر تكتب اي حاجة انت عايزها، اي حاجة انت عايزها تقدر تكتبها عشان تبقى على الشاشة الرئيسية دي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ده شكل التصميم اللي انا بعمله بسرعه علشان اعرفكم بس ازاي تعملوا انتوا الموضوع ده، لكن انت بتعمله انت بشكل منسق ومنظم وبشكل مناسب ليك. كمان لو دوست على علامه الزائد دي تقدر تضيف فيديوهات لو عايز تضيف فيديو معين. كمان في تاثيرات تانية تقدر تضيفها لو اخترت حاجه من دي مثلا نخليها اوتو بلاي، نعمل بريفيو كده. بصوا يا جماعه الشكل اللي احنا عملناه، وده كمان انا ما نظمتش، يعني انا بعمل اي حاجه كده عشان اعرفكم بتشتغل ازاي بس مش اكتر. يعني من علامه الزائد ده يا جماعه تقدر تختار حاجات كتير، يعني تقدر تختار مثلا هنا هيفي سنو وتعمل بريفيو. بصوا يا جماعه تساقط التلج. بمجرد ما بتخلص انت تصميم الخلفيه اللي انت عايزها بتدوس على علامه الداونلود دي وتعمل لها سيف. هتبدا برضو تعمل لها سيت از وول بيبر، تختار برضو لوك سكرين او هوم سكرين او الاثنين مع بعض. انا هختار الاثنين مع بعض ونخرج بره، هتلاقي الخلفيه زي ما انت عملتها كده. بصوا كده يا جماعه حاجه حلوه خالص يعني. طبعا انا عارف ان في ناس خبره جدا يا جماعه وعندها ذوق عالي جدا في اختيار الحاجات دي، وتقدر تجمع خلفيات بشكل اروع بكتير. انا كل ده مجرد شرح، انا ما بعملش حاجه. الميزه اللي بعد كده يا جماعه دلوقتي اللي تخلينا نقدر نختار خلفيه متحركه باستخدام او باختيار الذكاء الاصطناعي. انت مش هتحتاج تنزل اي خلفيات، ولكن ده عباره عن تخصيص سريع عن طريق الذكاء الاصطناعي زي ما قلنا. الكلام ده هنعمله ازاي يا جماعه؟ خلينا ندخل هنا يا جماعه على تطبيق جوجل كروم، وندخل هنا على نكتب خلفيات في قائمه البحث دي. خلينا مثلا نختار صور، وننزل تحت شويه كده نختار اي خلفيه احنا عايزينها. خلينا نقول مثلا دي. بتقوم انت تختار القائمه الجانبيه دي، وبعدين نختار المربع اللي فوق ده، بيبدا هو يتعرف تلقائيا على الصوره. بعد كده يا جماعه بعد ما بيتعرف على الصوره بندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول، وبعدين ندوس على ضبط كخلفيه. هنا برضو هنختار اذا كانت شاشه القفل او الشاشه الرئيسيه وندوس على التالي، بعد كده بتدوس على تم. بعد ما بتعمل الخطوه ده يا جماعه بتبدا تدخل على لوحه الالوان، بتبدا هنا تدوس على تطبيق لوحه الوان على رموز التطبيق، هندوس عليها نفعلها بالشكل ده. كمان تقدر تختار الالوان اللي تناسبك انت من الحاجات اللي تحت دي. بعد ما بتلاقي الموضوع تمام اتظبط معاك وتدوس على تطبيق. مجرد ما انا بخرج كده خلاص الموضوع اتطبق، خلاص الخلفيه وكمان الالوان بقت متناسقه مع بعضها عن طريق لوحه الالوان. اما الميزه اللي بعد كده يا جماعه معانا، وهي ازاي تقدر تخصص لوحه التحكم السريعه، او ان انت تقدر تعيد ترتيبها بالشكل اللي يعجبك، وتقدر كمان تعيد تسميتها. اول حاجه هتعملها ان انت هتجيب قائمه لوحه التحكم اللي انت شايفها دي، وبعدين تدوس على القلم اللي فوق ده. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين الترتيب بتاع القائمه، هتقدر انت تغير الترتيب بتاعهم، تقدر تدوس هنا كده مثلا، تقدر تدوس هنا باستمرار مثلا وتبدا تسحب لفوق كده. كده انت غيرت القائمه دي، طلعتها فوق القائمه اللي فوقها، يعني تقدر تغير القوائم دي بالشكل اللي يعجبك انت. فطبعا دي حاجه ميزه جميله جدا بصراحه، ان انت تقدر تغير بالشكل اللي يعجبك في لوحه التحكم السريعه. كمان تقدر كمان تكبر حجم لوحه التحكم اللي فيها الايقونات الكتيره قوي دي، عشان تظهر مزيد من الرموز اللي موجودة فيها، بدل ما هي فيها سطرين بس تقدر تظهر العدد اللي انت عايزه، او تقدر تظهرها كلها. طب لو عملنا كده ودوسنا على تم، هتلاقي ان انت لما تنزل بالقائمة كده هتلاقي القائمة بعد ما كانت فيها سطرين اتنين بقت فيها كل القائمة. تقدر انت برضو تغير تاني، تدوس على القلم وتقدر تعدل على الشكل بتاعها، كفاية ثلاث صفوف مثلا وتعمل تم. هتلاقي ان انت لما بتنزل بالقائمة كده هتلاقي فيها ثلاث صفوف زي ما احنا اتفقنا.
كمان الميزه الموجوده في التحديث الجديد يا جماعه، وهي خاصه بان انت تقدر لو سحبت جهه الشمال كده هتجيب قائمه الاشعارات، لو سحبت جهه اليمين كده هتجيب لوحه التحكم الاساسيه بتاعتك. كمان تقدر تغير الاعداد ده لو مش عايزهم يكونوا في صفين منفصلين او في جنبين كده، تقدر تغير الشكل ده. هتدوس هنا على القلم ده، بعد كده بتدوس على ضبط اللوحه، وهنا عندك اعدادين اتنين يا جماعه، وهنا تقسيم يعني تخليهم كل واحد في جنب لوحده او تخليهم مع بعض، الاشعارات مع القايمه الرئيسيه بتاعت لوحه التحكم السريع. ولو عملنا تم كده يا جماعه هنقدر ننزل على الشكل القديم بتاعنا، فاكرين الشكل القديم بتاع ون يو اي 6، هتلاقي الاشعارات موجوده، ولو سحبنا كمان مره هيطلع لنا لوحه التحكم السريعه. فعايزين نرجع تاني بالقلم وندوس على ضبط اللوحه ونخليهم تقسيم علشان الشكل الجميل ده. الكلام ده طبعا بالنسبة للناس اللي حابة الشكل ده، لكن اللي عايز التحديث الجديد والميزة بتاعته اللي هي الموجودة ان هو بيقسم لك لوحة التحكم مع لوحة الاشعارات دي، حاجة ترجع لك انت تقدر تخليها تقسيم او تخليهم مع بعض لو انت حابب الشكل القديم. اما الميزة اللي بعد كده يا جماعة وهي خاصة بتخصيص نمط لوحة المفاتيح الخاصة بيك، وبرضه هيكون عن طريق تطبيق الجود لوك. هنفتح التطبيق جود لوك، بتقدر باللي احنا هنعمله دلوقتي ان انت تغير من النمط بتاع لوحة المفاتيح والشكل والالوان بتاعة الخط. كمان هتنزل تحت شوية كده على حاجة اسمها كي كافين، هندوس على علامة التنزيل دي عشان ننزلها برضو لانها مش موجودة. تمام كده يا جماعة، بعد ما بينزل معنا التطبيق اللي موجود في جود لوك هندوس عليه نفتحه بالشكل ده، بعد كده بندوس على كونتينيو، بعد كده السماح بالكل. هتلاقي فيه خيار نمرة 2 اللي هو اسمه ستايل يور اون كيبورد، هندوس عليه بالشكل ده يا جماعة، بعد كده الاول نشغله. هنا جايب لك يعني تصميمات جاهزة تختار منها اللي انت عايزه بشكل سريع كده، لكن انت برضو تقدر تعمل تصميم خاص بيك لو دوست على علامة الزائد دي. لكن عشان تعمل التصميم اللي احنا بنقول عليه ده هنحتاج نثبت حاجة اسمها سيم بارك في تطبيق جود لوك برضو. لكن مبدئيا كده عندنا تصميمات كتيرة جاهزة هيت لو اخترنا اي واحد فيهم، مثلا هنختار اللي هو خلفيته خضرة ده ونعمل ابلاي. بعد كده بندوس على افيت اللي هي التأثيرات دي، ممكن هنا تختار تأثير لوحة المفاتيح اللي انت يعجبك يعني من الحاجات الموجودة دي. بص المنظر ده تلاقي فيه تأثيرات كده أثناء ما انت بتكتب. كمان لو نزلنا تحت كده هنلاقي كي كولر افكت، اللون بتاع التأثير بتاع اللون بتاع لوحة المفاتيح اللي انت بتختاره، تختار التأثير اللي انت عايزه. كمان في حاجة اسمها كي موشن افكت، التأثير بتاع الحرف نفسه اللي بيحصل أثناء ما انت بتكتب. كمان بتقدر تختار ساوند، تقدر تختار اي حاجة. بصوا يا جماعة اي تأثير من اللي انتوا عايزينه دول، اثناء ما انت بتكتب بتسمع الصوت اللي انت هتختاره من دول. بعد كده بتخرج برة تاني وندخل بقى يا جماعة على اي حاجة فيها كتابة ونشوف، شوفوا الشكل بتاع التأثير بتاع اللوحة. بصوا كده ده التأثير القديم الصوت القديم، لكن بصوا الحرف لما بنكتب له تأثير كده او فوق في افكتات كده بتشتغل معاه، وهو ده اللي احنا نقصده يا جماعة بتغيير نمط لوحة المفاتيح. وكده خصصنا لوحة المفاتيح بشكل كامل بالشكل اللي انت عايزه، تقدر تعمل اللي احنا طبقناه دلوقتي على لوحة المفاتيح الخاصة بيك، تختار الصوت، تختار اللون، تختار التأثير بتاع الحرف أثناء كتابة، وتعيش مع نفسك كده في تليفونك وتستمتع بيه. وكل ده يا جماعة باستخدام تطبيق جود لوك الرهيب. ودي المميزات اللي حبيت اتكلم معاكم عنها النهاردة يا جماعة في التحديث الجديد ون يو اي 7 واندرويد 15. اتمنى نكون الناس استفادت من الفيديو، وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي مع موضوع جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.